مرحبا بكم، أنا دكتورة هيفاء وأنا هنا لأجيب عن جميع أسئلتكم التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ما هي أعراض المرض؟ أعراض المرض هي حمى، كحة جافة، صداع، التعب، صعوبة في التنفس. ما هي طرق الوقاية منه؟ طرق الوقاية منه هي الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو بمطهرات تحتوي على الكحول، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، تجنب الأشخاص الذي تبدو عليهم أعراض المرض، عدم لمس الوجه إلا بعد غسل اليدين. ملاحظة أخيرة قبل الختام، تفادوا الخروج من منازلكم هذه الفترة، خليك بالبيت وكفانا الله وإياكم شر البلاء والوباء.